أعلن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية غير مكتملة، مشيرا إلى أن محافظة عكار بحاجة إلى ساعات لانتهاء عمليات الفرز فيها، على أن يتم إرسال النتيجة النهائية في الساعات المقبلة إلى رئيس المجلس النيابي ورئيس المجلس الدستوري. بس كونه أعلنت كل الـ 14 دائرة ما عدا عكار، فارتأيت أنا أنه بنعلن النتائج كما وردت من لجان القيد العليا، يعني كلها موثقة وجدية ورسمية ولكن غير مكتمل. إن شاء الله بكرة بس نخلص هاي النتيجة زائد عكار وتجي من الإدارة المختصة موقعة ونحولها لرئيس المجلس النيابي ورئيس المجلس الدستوري، وخلال 36 ساعة أو 48 ساعة بتكون كل النتائج موجودة على موقع وزارة الداخلية بشكل نهائي ورسمي. عمليا دخلنا على مرحلة سياسية جديدة مع مجلس نواب جديد، بس هذا كله بالنسبة لي أنا كوزير داخلية أمر مشجع وأمر مشرف أيا كانت النتائج ولصالح أي جهة اللي كانت، لأن المهم أنه تمت عملية الانتخاب بأقل قدر ممكن من الأخطاء والمشاكل. ما عم بنكر أنه ما صارت، صارت لأنه قانون جديد كل الناس تعودت عليه من جديد،